إذن هذه هي حالة عائلة، يعني عم نشوف. أولا بدي رحب بوالد علي السيد محمود، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. محمود حضرتك مش لبناني؟ لا مصري. حضرتك مصري، لك 25 سنة مقيم بلبنان. كان مفروض يكون معنا طبيب المعالج ولكن اعتذر بآخر وقت، وحسب ما قلنا أنه نقابة الأطباء في لبنان لم تعطيه التصريح لأن يكون موجود في هذه الحلقة، ولا أدري لماذا نقابة أطباء لا تسمح لطبيب أن يأتي لشرح وضع طفل بهذا الشكل بأمس الحاجة إلى مساعدة أو بأمس الحاجة إلى يعني يعرف رأي عام يقدر يساعده على هذه الوضعية. على كل، دكتور نبيل خوري، حضرتك سائب أنه في عندك عامل ريسيرش على هذا الموضوع، بتقدر تعطينا شوية تفاصيل اللي عم بيصير معه. محمود، يا ريت هيك بموجز صغير، يعني انا اليوم عم شوف صوره علي، ما هيك؟ نعم. عم شوف صوره علي، ما بعرف اذا في ياخذها على الكاميرا. هيدي الصوره من سنوات قليله، يعني مش من فتره طويله. هيدا علي هيك كان، وفجاه بلشت العوارض تصير معه. ومحمود عم تقلي انه حتى اخواته نفس الشيء معرضين لهالموضوع. من 8/11 خدتهم على الجامعه الامريكيه. نعم. قالوا ان هن متعرضين لهالاصابه صار لهم اكثر من شهر ونص. لهم شهر ونص معرضين للاصابه. كنت ب 8/11 انا هونيك، قالوا ان اخوتهم متعرضين لهالاصابه صار لهم اكثر من شهر ونص. طيب انه ليش عم بتقولوا انه فيروس؟ ليش عم بتقولوا انه هيدي جرثومه؟ يعني في ثلاث حكماء قالوا لنا ان هي جرثومه. ومنهم في حكيم اسمه رفيق صعب بولاية ماريلاند بأمريكا، بعثت له التقرير تبعه، قال إن هاي جرثومة ضربة على أعصاب الأولاد. كيف ضربة مانيش عارف يعني. طيب ليش بدها تكون جرثومة؟ يعني ليش إنه جرثومة يمكن بتصيب شخص بس بتصيب أكثر من شخص بعائلة وحدة؟ في حد يعني في حدا من جيرانكم، في حدا من المحيطين فيكم، ولا أنت بس بيتكم هذا بس؟ هن وقت وقف إطلاق النار بحرب تموز، نعم، نفس اليوم إجوا نزلوا على كنيسة مرمخيل وكفوا لوصلوا لهذا المشرفية. نعم. ومن المشرفية فاتوا على الحارة حي السلم. يومتها بالضبط الأم والثلاث أولاد ضلوا بالفرشة، يعني أربعتهم بالفرشة وحرارة ومحرارة. إحنا ما أخذنا وعطينا فيها يعني. يعني هل ممكن تكون مثلا قنابل جرثومية كانوا كبينة الإسرائيلية بخلال حرب تموز أدت إلى هذا الموضوع حكيم ولا؟ هيك في مجموعة تقارير من مجموعة أطباء، بعضها متوازي وبعضها يقوم على في تناقضات. يعني كنت عم تشوفهم في يعني حتى بوصف الأدوية، يعني في شوية لا الأدوية هيدي عطينه أنتيبيوتيك وعطينه لورينزوز أويل. إذا بتتذكر فيلم بالزمانات لورينزوز أويل عن حالة مماثلة، هي المشكلة اسمها أدرينولوكوديستروفي، يعني بتنشف المادة أو بيصير في عطل بالمادة البيضاء بالدماغ اللي هي فوق المادة الرمادية، بتسبب فقدان للبصر، بتسبب شلل، بتبلش بحول تعمل كرايز داء صرع، لأنه بلشت معه كرايز داء صرع، عمل كريز إبيليبتيك فيت يعني سيجر، وبعدين بلش صار ديجنريشن، صار يسقط بكل كفاءاته وطاقاته الإدراكية شوي شوي. حتى ما لقيهم يعملوا مجموعة فحوصات بالمستشفى، مشكورين الأطباء، يعني عملوا له فحوصات تقريبا يعني أخذت شي 30 يوم أو 40 يوم شغل لحتى وصلوا لاستنتاج على الأدرينولوكوديستروفي. المشكلة مش هون، المشكلة إنه فيروس أو مش فيروس، هيدا عطب يطرأ على الدماغ يمكن يكون ضمن العائلة في بريديسبوزيشن. ما هيدا بدنا نسأله، إنه ليش على كل العائلة؟ ليش مش على انه هل ممكن يكون وراثي؟ هل ممكن يكون في استعداد، ممكن يكون في جهوزيه، ممكن يكون عامل طارئ من برا، ممكن يكون في جو بالبيت عم بيؤدي لهالامور. هذه امور بده يدرسها الطب الوراثي، والطب اللي بيبحث بهالامور بالتدرج. يمكن بعد الاولاد ما اصيبوا بذات الاصابه او بنفس المنسوب بنفس الدرجه. في الفيلم شو كنت عم تقلي؟ كان في فيلم عملوه نيك نولتي مثله عن لورينزو، لورينزوز اويل اسمه، هو الصبي اسمه لورينزو. البي وقت اللي يقصوا الاطباء عمل ريسيرش لوحده وبرم لابوراتوريات كلها بالعالم، حتى وصل للهند، وصل لباكستان، وصل للصين، اكتشف دواء سميه زيت لورينزو، بس حرام ما لحق ابنه، بس صار عم بفيد الناس بالعالم.
لاحظت عنا انه احد الاطباء مشكور وصف له اياه. هلا الطبيب اللي كان شافته واكدت الاكس لينكت ادرينولوكوديستروفي قالت انه بده زرع بالنخاع العظمي. عملية زرع النخاع العظمي، وهون لازم يتدخل برنامج للنشر على الاقل على المستوى الانساني، بده مئات الالاف عشرات الالاف من الدولارات ما على الاقل. ما هيدا اللي عم بيقول لي اياه. لحظة وصلني في عم بيسألوا إذا عندكم أرقام، نحن إنه حدا حابب يبعث مساعدة يا ريت بتحطوا لنا رقم على مكتب الجديد على قناة الجديد. شو رقم اللي بيتصلوا عليه؟ 01-303-300. يا ريت إذا فينا ننزلوا للرقم بعد شوي إذا حدا حابب يقدم أي مساعدة، لأنه محمود قلت لي إنك أنت مصري ما معك الجنسية اللبنانية، يعني ما بتقدر تخضع لا للضمان لا لوزارة الصحة يمكن ولا لأي مساعدة. وعلاج مثل ما عم بيقول لي دكتور خوري، عم بيقول لي في أحد العلاجات مكلف جدا. يعني الفحوصات عملتها حساب الخاص يعني بالجامعة الأمريكية وبقية المستشفيات، في جزء من الفحوصات عملته مستشفى الحريري. نعم. مقابل انه برضه كان معي كتاب من الوزير ورجعوا اخذوا تامين مني من المستشفى. نعم. مع انني كان معي كتاب بكامل النفقات عن طريق السفير المصري وقتها. ودفعت التامين وانه ماشي الحال، بس الفحوصات الثقيله والمهمه كانت. انت شو بتشتغل محمود؟ دهان، يعني موجود بصوره في صوره يمكن هون ايه بتيبك من دهان. يلا هاتوا بالعيبه هيدي مع العيله، وكانوا كلهم باع يعني بي هاي بأول ابتدائي علي. هاي أوكي. هاي كان أول ابتدائي علي. طيب يلا تبقلنا فيه شيء. يلا يا أخي يلا. بلش يغمق لونه وبلش يحول عينه وبلش يعمل كرايز داء صرف، بس عمل كريزة واحدة. ايه وصب عملت له سكانر، عملت له عملت له كل الامور كله فحوصات، هذه بتبين بتظهر. ولكن هلا علاج يعني هلا ما في اي حل ولا اي علاج له، ولا سمح الله يعني لا سمح الله الله لا يقدر اذا تطورت حاله اخته الا بعمليه جراحيه وزرع النخاع الشوك التي قد تعطي نتائج التي قد يلا. هذا الموضوع مكلف جدا. نعم. فطبعا يعني اذا يعني هيدي دعوه الى دائما بنقول الى اصحاب الايادي البيضاء، هذا رقم قناه الجديد اللي فيكم تتصلوا عليه 00961-31-33-0. بتسالوا يوم الاثنين لانه بكره يوم عطله اعتبارا من يوم الاثنين، بتسالوا على مكتب للنشر برنامج للنشر بحولوكم وبتاخذوا كل التفاصيل. ما بقى رح نطول على علي اكثر لانه كثير مزعوج. محمود الله يشفيهم الله يشفيهم والله يخليك لك اياهم وما يحرمكم منهم. شكرا لك. خلى والدته تاخذوا فيك تحمليه بعدين وعاد تسلك ايه، بس بدك تنتبهي على الدرجه انت ونازلي. طيب. شكرا اذا لك محمود. شكرا دكتور نبيل. ما هي الفقره التاليه ونتابع؟ انا ممنون. ليك بدك تنتبه لاولادك، خليك قاعد شوي لانه هودي خليهم معك. بدي اعزبك كمان محمود اذا بتترك لنا بس الكوبي يعني او هاي شو هاي الزيوت. هاي زيوت؟ هاي كل أنينة بتكفينا 10 أيام ونص. هيدا الدواء هيدا هو لورينزوس أويل. لورينزوس أويل كل أنينة حقها 400 يورو. 400 يورو؟ 600 دولار. هاي الأنينة 600 دولار حقها؟ هاي جاية من إيطاليا صار لها 3 أيام. هاي كرتونة إيطاليا. هودي العلاجات اللي بده ياخذهم؟ هاي الأدوية هاي ما عادتش تعمل إفادة مع ابن علي، ما عادتش ترجع اللي هو انعطب بابن علي. يعني اللي راح ما بقى ترجعه بس بتوقف تقدم الحاله. هلا بتوقف بس مش انه توقف انه يعني بيوصل لوقت بيصير من رقبته بالنازل مشلول بشكل تاني. هلا هيك يعني المفروض حتى اخوته عبد الله ومحمد ياخذوا هذا الدواء، بس لانه مش قادرين نلحق على واحد، كيف نلحق على 3؟ ان شاء الله نحن اكيدين انه في ناس عم بتشوفنا الليله وقلبها كبير وفي كتير اتصالات هلا عم تجي محمود، وان شاء الله اهم شيء اولادك يبقوا قدامك ويخلي لك اياهم الله يرد عنكم ويضلك فوق راسهم ويضلوا قدام عيونك. خلونا نرجع نتابع نحن وياكم للنشر ما هي الفقرات المتبقيه.